أهلا وسهلا بكل متابعي قناة ألوان تيوب. معلومات عن أعمار اليوتيوبرز الأطفال. ميلا أنس مروى، الديانة الإسلام، والجنسية كندية، وأصولها سورية، وتعيش بأمريكا، وقد ولدت بتاريخ 14 فبراير 2018 وتبلغ من العمر 2.5 عامين. ميرا مصطفى بنت سيامان دوشهد، الديانة الإسلام، الجنسية السويدية، وهي من مواليد شهر 7 2020 وتبلغ من العمر 6 شهور. لين الغيث، الديانة الإسلام، والجنسية أردنية، وتاريخ ميلادها 13 1 2011 وتبلغ من العمر 10 سنوات. زينة وسيم عواد، الديانة الإسلام، الجنسية أردنية، وتاريخ ميلادها هو 26/9/2012 وتبلغ من العمر 8 سنوات. آيلين أحمد حسن، الديانة الإسلام، والجنسية مصرية، وقد ولدت بتاريخ 2/7/2019 وتبلغ من العمر 1 و4 شهور تقريبا. فرح عدنان كمال، الديانة الإسلام، والجنسية كويتية، وقد ولدت فروحة بتاريخ 23 فبراير 2019 وتبلغ من العمر 1.5 سنة. آيلة فهمي بدر، الديانة الإسلام، والجنسية إماراتية، وأصولها أردنية، وقد ولدت بتاريخ 21/9/2019 وتبلغ من العمر 1 سنة و4 شهور. نتالي مريات، الجنسية أردنية، أما تاريخ ميلادها 23/5/2011 وتبلغ من العمر 9 سنوات. شفا، الديانة الإسلام، الجنسية إماراتية، أما تاريخ ميلادها فقد ولدت بتاريخ 19 ديسمبر 2011 ويبلغ عمرها 9 أعوام. التوأم جوان ليليان إبراهيم السلاوي، الديانة الإسلام، والجنسية أردنية، وتاريخ الميلاد 12/12/2012 وتبلغان من العمر 8 سنوات. إيمان محمد مشيع، الجنسية بريطانية، وأصلها سعودي، وقد ولدت بتاريخ 25/6/2010 وتبلغ من العمر 10 سنوات. إجوانا بدر، الديانة الإسلام، والجنسية سعودية، أما تاريخ ميلادها 6 ديسمبر 2009 وتبلغ من العمر 11 عام. نور الكندري، الديانة الإسلام، الجنسية كويتية، وهي من مواليد عام 2010 وتبلغ من العمر 10 أعوام. ميرا ستارز، الديانة الإسلام، أصلها أردني وتسكن بالإمارات، ولدت بتاريخ 27/4/2011 وتبلغ من العمر 9 أعوام. بيسان الصيام، الديانة الإسلام، الجنسية أردنية، وتاريخ ميلادها 15/8/2015 وتبلغ من العمر 5 سنوات. التوأم روان ريان فهمي بدر، الديانة الإسلام، أصلهم أردني وتسكنان بالإمارات، ولدتا بتاريخ 1 سبتمبر 2007 وتبلغان من العمر 13 عام. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من الإعجاب ومشاركة المقطع والاشتراك بقناتنا والقناة الثانية ومشاهدة هذه المقاطع، وإلى اللقاء في فيديو جديد.